لا هو احنا عايز تطلع حبيبي عايز تطلع ايه؟ دكتور صح؟ طيب ليه بقى؟ الله اعلم. طب حاول. والله اشتغلت وذاكرت في الثانويه وقعدت 20 ساعه على الكتاب في اليوم وجبت 124% وحاجات كده غريبه ودخلت كليه الطب ليه؟ I don't know صح؟ We don't know. مش عارفين ولا حد عارف؟ طب حد ايوه ايوه قول. يعني طبعا التعامل مع البيشن ده يعني بيبقى الواحد رايت ربنا يعني جميل. بحس ان هو يعني ايه اللي هو زي ما كان لسه الدكتور قبل كده كان بيقول يعني سيف لايف يعني ترضي قصحى جدا جميل جدا. فهي نخلة بتنفع عشان يعني ترضي ربنا، وان هي حاجه ايه يعني احنا ممكن نعمل الحاجات دي يعني باعمال خير تانيه غير ان احنا ندخل كليه زي دي يطلع عينينا فيها خلاص. فهو الفكره في الليرنينج اوبجكتيف بتاعي حاجه انت بتعملها بالظبط. يا جماعه الصلاه، انت رايح الصلاه ليه؟ ربنا مش محتاج الصلاه بتاعتك ولا محتاج لها؟ محتاج لها اكيد طبعا صح؟ طيب يبقى في اوبجكتيف من الصلاه. وانت رايح تصلي انا رايح اصلي ان الصلاه في اللغه معناها الدعاء. يعني انا رايح عشان اطلب من ربنا حاجه. بما اننا داخلين على رمضان بقى عايز اقول الحاجه دي، ما ينفعش ادخل رمضان من غير جولدن سيركل. لازم تبقى انت داخل على رمضان تقول انا السنه دي هطلع من رمضان وانا ببطل العاده الفلانيه مش هكذب، وانا بصلي كل الفروض في وقتها، وانا ده يا جماعه لازم واي انا جاي رمضان ليه؟ انا داخل عليا رمضان ليه؟ عشان هو الايام مشياني وجاي في رمضان وخلاص، ولا لازم اطلع منه بحاجه؟ يبقى لازم واي دي يا جماعه نشغلها. احنا ماشيين بهوا، انا جاي السيشن ازاي؟ هركب مش عارف من المترو للعباسيه ومن العباسيه لهنا خلاص؟ جيت السيشن جيت وات؟ انا جيت السيشن ليه؟ انتوا فاهمين؟ فمهم جدا موضوع الايه؟ الليرنينج اوبجيكتيف دي. طيب بما اننا موجودين كده فلازم اي حاجه هنعملها عن طريق الايه؟ الجولدن سيركل. الجولدن ايه؟ سيركل. طب الجولدن سيركل بتاع السيشن بتاعتي اللي هي ايه؟ هنمشيها برضه واي وهو وهاو وفي الاخر وات. طيب واي ان انا اطلع منها ليه؟ يلا بقى عايز اسمع بقى. دي اطلع منها. ايوه حسن السي في سامعها طالعه من تحت الكرسي، والله من تحت الكرسي من تحت. يعني انتوا فاهمين؟ ده ليه كده نمنا؟ حسن السي في ايه تاني؟ ايوه قول. حاجه علشان اشوف البلد اللي انا حابب اروحها او اشوف هستكشف هستكشف ايه تاني؟ ازود مدارك اوسع مدارك اوسع المدارك صح يعني السفر ها؟ عشان اطلع من مصر عشان اطلع من مصر ده جدا. ايه تاني؟ ممكن برضه عشان نفيد العالم وعشان احسن مستوايا وافيد بلدي. ده ممكن يبقى نرفز. ممكن برضه يا جماعه نرفز مختلف شويه علشان اقابل واحده اجنبيه في الـ في الـ في الـ في المنحه بتجوزها واخد الجنسيه او واخد وير ايفر يعني، او ان انا عندي بيرفز. ممكن وقد كان في المنحه اللي انا طلعتها في اخر الكورس في واحد يعني ايه ارتبط بواحده من الكورس ليه. فلازم وانت طالع تبقى عندك ايه؟ جولدن سيركل. اي حاجه بتعملها يبقى عندك جولدن سيركل. احنا عرفنا ليه نقدم لمنح صح؟ طيب مين يقدم لمنح بسرعه بقى في الوقت؟ مين يقدم؟ بصوا نقسمهم لثلاث حاجات. الناس اللي موجوده في شعبنا دلوقتي يا اما ثانويه عامه يا اما خريج يعني اندر جريد زينا يا اما بوست صح؟ طيب بالنسبه للثانويه ايه المنح المتاحه بالنسبه لهم؟ منح دراسه صح ولا لا؟ اشهرهم منحه ايه؟ تركيا بتاعت الصيدله والطب دي عندنا متاح اللي لسه في اولى وثانيه ومتاح لسه يقدم ثاني خلاص. بس احنا خلاص راحت علينا دي منحه سهله جدا. في واحد صاحبي في الطب وفي واحد صاحبي فين؟ في صيدله. انت بتروح برنس كده تروح تصرف عليك وبتتعلم وكل حاجه تمام يعني حاجه عجب خالص. في منح كتير جدا للدراسه. في برضه روسيا. روسيا يا جماعه بس روسيا بفلوس. بس بما ان روسيا العمله بتاعتها اقل من العمله بتاعتنا فانت ما بتدفعش جامد زي الجامعات الخاصه هنا. يعني انت لو هتقارن في واحد صاحبي بيدرس طب في روسيا تقريبا بتكلفه في السنه 25,000 باكله وشربه وكل حاجه. تعالى انت قارن بجامعه هنا مثلا زي 6 اكتوبر او لا بيدفعوا ارقام خياليه. فاهمين؟ فلو حد عنده حد لسه حابب يقولها عشان حد عنده اخر سنه ولا حاجه يبدا يفهمه المنح ايه دي. خلاص اوكي؟ طيب بالنسبه للاندر جراد ايه بقى المنح اللي لينا؟ يا اما طبيه يا اما غير ايه؟ طبيه. طب انا هقدم في غير طبيه ليه؟ مانجمنت تمام. والله انا واحد عايز اصيف في اوروبا. انا كده يا جماعه انا واحد عايز اصيف في اوروبا خلاص؟ معيش فلوس اصيف في اوروبا، معيش فلوس كل سنه اطلع ادفع
50 ولا 60000 جنيه، فانا بستخدم المنح ان انا اطلع لمصر. ده بيربس قوي ولا لا؟ قوي صح؟ حاجه محترمه اهي صح؟ واحد عايز يلف العالم يا جماعه، انا هطلع انا نومدي، انا حر. فاهمين؟ طيب ايه الحاجات النومدي كانت مشهوره اللي نسمع عنها؟ ايه؟ ميبي بتاعت السفاره الامريكيه وسوسي. طب بصوا بقى، السفاره الامريكيه يا جماعه سوسي اس يو اس اي، اوكي؟ سوسي دي يا جماعه من المنح السفاره الامريكيه، مصر بتدفع لها فلوس كتيره جدا، وهي بتدفع يعني بنعمل اكسشينج قوي جدا، في اتفاقيات بالمليارات يا جماعه بتدفع على المنح، بس احنا ما نعرفش عنها حاجه للاسف. خلاص؟ في السفاره الامريكيه كذا منحه، في منح السوسي الميربي، في منح ميسا دي بتقعد سنه تدرس في مجال غير مجالك. انا اعرف واحده طبيبه يعني زميلتي راحت هي درست حاجه ثانيه، يعني درست حاجه في التجاره سنه، اتفصلت من الكليه كده، راحت درست سنه في امريكا، مدفوع لها كل حاجه، عايشه تمام، وبعدين رجعت كملت ايه كليتها ثاني. شايفين حاجه لذيذه جدا صح؟ على فكره المنح دي بتتقدم كل سنه وبتاعها جدا، في حاجات دي في ميلز بس دي قدموا فيها، دي انتوا الفرص بتاعتكم اقوى منها بكتير، لان انت مفيش ميلز، فانت ايه بقى في ميلز بس، ففرصتك اكبر فيها كتير جدا. طيب البوست جراد، طيب خلينا في الاندر جراد، حاجات الميديكال زي ايه المشهور؟ ريسيرش بروجرامز كتير جدا موجود، بينزل السمر سكولز في 3 شهور وفي 6 شهور وفي بلا بلا بلا، بنتكلم عن حاجات بتسال عليها اساسا. ما انا همشي معاك واحده واحده، بس بص هاخد السكه، ما انا وقتي ساعه، فاهم قصدي؟ البوست جراد يا جماعه بقى ايه في البوست جراد؟ الحاجات اللي هم ينفع يقدموا لها ايه يا جماعه؟ الحاجات اللي ينفع يقدموا لها البوست، اي البي اتش دي والماستر صح؟ واحد اتخرج يبقى يقدم ايه؟ في ماستر وبي اتش دي. من ابرز الحاجات اللي هي ايه؟ ليه يا جماعه ابرز الحاجات؟ فيتشر تيبل. في فول درايف عندنا؟ ما فيهاش ايه؟ فيتشر تيبل. طيب هنتكلم عن المود، في حاجات كده وفي حاجات كده، يعني في حاجات في منح في المانيا وفي امريكا وفي كندا وكل الدول دي بتنزل ماسترز وكتير جدا جدا. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف حاول اي احنا دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الجولدن سيركل، قلنا اي حاجه هنمشيها بطريقه الجولدن سيركل صح؟ ايه هي الجولدن سيركل؟ بتكون ايه؟ واي، ليه انا عايز اروح وعرفنا ليه؟ بعدين هو مين اللي هيروح المنح دي؟ خلاص؟ هاو بقى، يلا بقى نبدا الشغل اللي بجد بقى، هاو. بصوا يا جماعه انا همشي معاك واحده واحده كده، هنمشي زي ما انا مشيت من البدايه كده لحد ما نوصل ان احنا ان شاء الله نتقبل في المنحه او نترفض. خلاص؟ طيب بي 4 قسمتها ثلاث ايه؟ حاجات. بي 4 دي من اول ما تطلع من عندي من هنا لحد ما تدوس سبميت الابلكيشن، اوكي؟ ديورنج دي وانت قاعد مستني النتيجه، يا هتترفض يا هتترفض، مفيش حل ثالث. خلاص؟ بعدين افتر خلاص هنعمل ايه؟ هنمشي ورق الفيزا ازاي وهنتعامل هناك ازاي؟ طيب ايه الحاجات يا جماعه اللي المفروض تبقى معايا قبل الابلكيشن؟ لو انا بتخرج من هنا المفروض معاكم ايه؟ الحاجات اللي محتاجينها يلا اتكلموا. محتاجين ايه؟ طبعا الشهاده بتاعتك او الشهاده مثلا ايه؟ اللغه كويس. محتاج ايه؟ فلوس. باسبور تمام. محتاج ايه تاني؟ لا مش محتاج فلوس، انا بقول منحه. محتاج سي في. محتاج ايه تاني؟ كومنديشن ليترز. تمام. بصوا دي الحاجات اللي انا محتاجها، فاليد باسبورت، سي في او الريزومي او الريزيوم. خلاص؟ اللينك بتاع المنحه يا جماعه ذات نفسه محتاجه صح؟ محتاج بيرسونال ستيتمنت، محتاج ريكومنديشن ليترز، محتاج ترانسكريبت اوفيشال ترانسكريبت بتاعي او الجي بي اي، اوكي؟ محتاج الايه؟ الابلكيشن اللي هي صفحه الابلكيشن بتاعتي، محتاج انجلش تيست، محتاج ليتر اوف جود ستاندرد والديدلاين طبعا، لو كان في انترفيو ويور لابس هنعرف كل حاجه بالتفصيل. طيب السي في والريزومي او الريزيوم مش هتكلم عنه كتير، ليه؟ لان احنا خدنا ورك شوب عنه صح؟ بس حابب افرق، حد عارف الفرق بين السي في والريزومي او الريزيوم؟ حد عارف؟ الريزيوم بيكون ملخصا للسي في. تمام. طب بص هحكي لكم حكايه بسيطه، انتوا عارفين ايه تطور السي في اصلا؟ السي في ده جه منين؟ بص على كل سلايد هقول كلمتين، الكلمتين دول هم اللي تعرفوهم بس، خلاص؟ السي في ده جه منين؟ جه
كان واحد فاتح محل خلاص عايز يشغل ناس عنده خلاص، فبيجيبوا يعملوا انترفيو لا امين وصالح وتمام تعالى اشتغل عندي محل كبس بقى شركه خلاص. فبدا ان ايه؟ بدا ان انا محتاج بقى ايه؟ عماله كتير، فلقى طوابير وخناقات ومش عارف ايه وحاجات كده كتير. فقال لك لا، طب ما نعمل بقى حاجه اسمها سي في، عبر عن نفسك ورق. بصوا عبر عن نفسك ورق، يعني الورقه اللي انت واخدها دي بتديها له ده انت. دي بقى حط تحتها 100 خط. انت فهمت انا اقصد ايه؟ فهمت ان الورقه دي لازم يبقى شكلها ازاي؟ خلاص، يبقى دي اول نقطه، تعبر عن نفسك فين؟ في ورقه. والله لقوا ان بقى ايه؟ الموضوع تطور، فلقوا بقى ان الورقه دي بقت ورقه واثنين و19 و20، لا ده انا اجيبه اسهل. ده في ناس السي في بيوصل لحد 50 و55 صفحه. قال لك طب ما نعمل حاجه اسمها الريزومين، اللي هو ايه؟ يلخص لي ما يكتبش ديسكريبشن، يبقى الريزومين هو سي في ويزاوت ديسكريبشن، ويزاوت ايه؟ ديسكريبشن. مش انت في خدت الكورس الفلاني بتكتب الديسكريبشن الكورس كان كذا كذا، لا انت بتكتب الكواليفيكيشنز الحاجات بسرعه. فهو يقول لك في المنح يقول لك ابعت لي الريزومين، ما تبعتليش السي في. طالما قال لك ابعت لي الريزومين ما ينفعش تبعت له السي في اللي هو 25 صفحه، كده غلط. لازم تبعت له ايه؟ الريزومين بيبقى صفحتين ثلاثه، هو بقى يقراه. خلاص؟ والله لقاك تنفع يقول لك طب ابعت لي السي في او تعالى لي بقى على طول. فهمتوا الفكره؟ يبقى انا بعرف المصطلح ده انه بيتطلب في المنح. عشان لما يتطلب اوعى تبعت السي في، تبعت ايه؟ الرزومي. ما انت هتعمل سي في وهتعمل حاجه اسمها ايه؟ رزومي. اوكي؟ ريزيوم. طيب تاني حاجه بالمعاد فاليد باسبور. انا جاي الصوره دي ليه؟ عشان حاجه بتربطنا كتيره جدا اسمها ايه؟ الفيرست نيم واللاست نيم والكلام ده كله. ماشي؟ طيب لما يطلب منك اللاست نيم او الفاميلي نيم، بص يا جماعه انا عندك هنا حرف البي او شايفينه؟ بعدين اي جي واي صح؟ بعدين ايه؟ صالح. خلاص؟ صالح ده يبقى ايه؟ الفاميلي نيم. فلما يقول لك الفاميلي نيم بتاعك تجيبه من هنا. ما تجودش بقى، ما اسمكش مثلا مش اسمك مثلا مش عارف مين وفي اخر جد ليك اسم مشهور بيه تروح انت ايه مشغله هو الاسم ده، لا. اللاست نيم او الفاميلي نيم هو الاسم ده، انا اسمي عمر عزام كامل صالح، اوكي؟ فهو اللاست نيم بتاعي صالح او الفاميلي نيم بتاعي ايه؟ صالح. والفيرست نيم بتاعي عمر عزام والميدل نيم ايه؟ كامل. فهمتوا كده النقطه دي؟ خلاص؟ طيب لازم يبقى معاك باسبور ليه؟ عشان تسافر. ليه؟ وكمان عشان في بعض المنح بتطلب، يعني في منحه طلبت مني ان انا اصور له الباسبور، يعني هو بيضل الورق بيبعت لي صوره الباسبور وعايز كده وحر. لازم معايا الباسبور. تاني حاجه بقى اضيف عليها، بما اننا يعني انا في جامعه الازهر حاطين علينا حطه جامده بموضوع الجيش والباسبور والكلام ده، قبل سنه رابعه طلع الباسبور، عشان بعد خمسه هتروح يشوف يقول لك انا فاكر طلع لك الباسبور. فاهمين؟ بكل سذاجه كده. فطلعه والحق طلعه. خلاص طلعه، اول ما يجي لك فرصه طلعها. يعني دي حاجه والله هتعرفوا منها. في واحد صاحبي كان قاعد معانا هنا بس مشي، ده جاله حاجه كده كان تبع بروجرام في اليو كي في البريتش كونسل هنا، حاجه يعني مش ميديكال، وبعدين اتقبل كده قالوا ياخد يروح اسبوع يتفسح هناك، فقالوا له خلال 15 يوم تجيب لي ايه؟ الباسبور، تجيب لنا الباسبور السفاره. تخيل هو 15 يوم المفروض يطلع باسبور، كان هيتجنن. راح الجامعه طلع ان هو مش عامل اصلا اثبات القيد اللي هي ورقه التأمين والكلام ده، الورقه دي لوحدها بتاخد 15 يوم. يعني رحت معاه وعملنا مشاكل كتير وحاجات كتير جدا، فممكن في حاجه زي كده تضيع عنك يضيع عنك المنحه ويضيع عنك الحاجه. فمهم جدا ان معاك كام معاك ايه؟ لو طلع جاب معاك كام سنه؟ سبع سنين. على حسب مش عارف هو بيبقى هنا مكتوب هو تاريخ الاصدار وتاريخ الانتهاء، يعني مش قصه بالظبط 7 10 حاجه كده بس ما اعرفش. بس هو مكتوب هنا مش عارف تاريخ الانتهاء تاريخ الانتهاء يعني جاب فتره. خلاص؟ طيب يبقى أول حاجة يبقى معايا السي في، تاني حاجة يبقى معايا إيه؟ فاليد باسبور. فاليد يا جماعة، لو واحد الباسبور بتاعي هينتهي يروح يجدده. ثالث حاجة اللينك بتاع المنحة، طب اللينك بتاع المنحة أجيبه منين؟ أنا عارف معظمكم عارفين اللينكات والحاجات دي، اللينك بتاع المنحة أجيبه منين؟ يلا نقترح على بعض كده، نجيب اللينكات منين؟ اكتب في جوجل سكولرشيبس. اكتب في جوجل سكولرشيبس. واحد زي أهبلته بيقدم في منح خلاص؟ فبتقول له بعت كام منحة من عندك كده؟ واحد فين؟ انت واصحاب ايه؟ واحد فين؟ انا مثلا عشان عندي لينكات منح كتيره اهي، تيجي انت بقى تقابل واحد زيي، واحد لقيته على البروفايل بتاعك مسافر ومش عارف ايه، فتقول انت مسافر تتابع ايه؟ فيقول لك منحه، طيب ابعت لي اللينك بتاعها السنه الجايه. فاهمين قصدي؟ الدنيا بتيجي كده ما بتجيش مره واحده. انا لما بدات بمنحه، بعدين دلوقتي بقى عندي مثلا انت 20 30 منحه بقدم فيهم كل سنه، فاهمين؟ انت واصحابك تبداوا تعملوا جروب تجمعوا فيه المنح دي، خلاص؟ كل سنه تبقى عارف الوقت بتاعها.
طب وقت المنح خصوصا السمر يا جماعه والريسيرش او السمر سكول، وقت المنح بيبدا من شهر 11 لحد شهر 4 مثلا، يبقى ده وقت التقديم. يبقى انت اول ما يجي شهر 11 تبدا بقى تدور بشراسه، بقى تبدا تسال كل الناس اللي عندك، تبدا تدخل على الجروبز، تبدا لان غالبا بيبقى الديد لاين 11 12 1 2، وعقبال ما يبعتوا لك الاكسبتنس والورق 3 4 5 يبقى السمر بيبقى في 6 و7 و8. فاهمين الفكره؟ لازم تعرف التايم بتاع ايه؟ المنح. اوكي؟ طيب دي بعض اللينكات للمنح يا جماعه. دي موقع السفاره الامريكيه. خلاص بينزل عليه منح كتيره جدا، دي منحه ميبي. خلاص؟ ميبي وفي سوسي بيبقى 3 شهور و3 شهور، ميسا بتبقى سنه. في منح بس معظمها حاجات مش ميديكال يعني بالنسبه للسفاره الامريكيه، بس منح قويه جدا جدا. دي المنحه اللي انا اخترتها اللي هي ايسو اوروبيان سوسايتي اوف اونكولوجي. بصوا توضيح بسيط، المنحه اللي اخترتها تبع المؤسسه دي مش تبعتي انا، طلعت اخر منحه كانت المنحه رقم 11 عندهم يعملوها اللي هي المؤسسه دي. بعدين جم عملوا لنا كده 10 وقالوا لنا يا جماعه احنا الكورس بتاعنا اسمه بقى دول هياخدوا الكورس يعملوه هم السنه الجايه في فالنسيا في اسبانيا. انتوا فاهمين؟ فالمنحه دي بتعملها دلوقتي مؤسسه غير، عملوا فيها شويه نوتيفيكيشنز كده، قللوا الكورس كونتنت بتاعها، غيروا البروجرام بتاعها، عملوا حاجه لطيفه جدا. احنا كنا بنمتحن يوميا، يعني انت بتاخد كونتنت كده من الساعه 8 الصبح للساعه 8 للساعه 7 بالليل، ومن 7 ل 8 1 اور اكزام ام سي كيو. كان يعني اكزام رهيب، كان من 60 مثلا واحده في 60 دقيقه، والمفروض مطلوب منك تنجح في الاخر. هو ما بتذاكرش انت، يعني بيخلص السيشن رح ننزع لك الوقت، فاهمين؟ كل يوم. فانا ما اتمتعتش يعني ما اتمتعتش خالص بالمنحه بسبب الاكزام ده. ده دلوقتي عملوا حاجه لطيفه، بيسيبك تلعب طول الفتره ويجي في الاخر بيديك ايه؟ الاكزام. خلاص؟ فدي كانت دي من الحاجات اللطيفه يعني. يبقى دي المنحه اللي انا ايه؟ احكي لكم خبرتي فيها. في دي الفول برايت، في واحد يعني صاحب اخويا يعني واحد صاحبنا يعني اخوه واخدها. المنحه دي المنحه قويه جدا اللي بيصرف فيها فلوس كتيره جدا، فول برايت. بتبقى يعني للنون ميديكال ستودنتس غالبا، بتبقى مواضيع بقى ماسترز وبي اتش دي وحاجات كده يعني، قضايا جميله جدا يعني. لو حد يعني عنده حد كده دي من المنح الريسيرش بروجرامز. دي منحه الستيم سيلز بتاعت هارفارد، من المنح القويه جدا، تنزل كل سنه. دي منحه برضو بتاع جامعه في امريكا ريسيرش برضو. خلاص دي بقى حاجه كده انا حابب يعني لو ايه لو بننضم مع بعض فيها، مؤسسه اسمها ايه بيست بزنس انجينيرنج ايه اند سيرجري اند سيرجيكال تكنولوجي. اوكي شفتوا انتوا الاسم بزنس انجينيرنج وايه سيرجري، فاهمين عارفين بقى الحاجات المتقطعه دي اللي هو يجي بقى شويه مهندسين نروح نقعدوا مع شويه دكاتره وشويه من علوم وشويه من زراعه ويديهم كورس بقى. دي واحده من اللي كانوا معايا في المنحه، طلعت المنحه دي يعني السنه اللي فاتت. خلاص هو بيكون كورس خلاص بتدرسه اونلاين وبعدين تدخل اكزام، وبعد ما تدخل الاكزام ده بيختاروا 20 دكتور و20 مهندس وياخدوهم فرنسا بقى يظبطوهم بقى، عارفين اللي هو يعملوا الدراع ده اللي هو الصناعي، وبعدين يعمل لك فيه كذا اكسس يتحرك ازاي، وبعدين يتحكم في الجامبلز اللي جايه من انتوا عارفين بيشتغلوا فين؟ انت فاهم قاعد مهندس مع دكتور، الناس اللي دماغها عاليه يا جماعه يعني تدخل معايا في الكورس ده بجد حاجه كده جميله. ايفن لو مش هتتقبل انت هتاخد كونتنت محترم جدا، انت فاهم انت هتنضف بقى دماغك من الايه؟ من الطب بقى والحاجات دي، انت هتبدا تفكر يا جماعه، هتبدا تفكر، انتوا متخيلين الفرحه اللي احنا فيها؟ فدي من الحاجات القويه جدا اللي حضرتك. انا طبعا عندي لينكات كتير اكتر من كده بكتير، بس ايه عشان المساحه بتاعت البرزنتيشن وكده. اوكي حاضر. طيب يبقى دلوقتي قلنا ايه؟ هاو ان انا امشي، قلنا اول حاجه يبقى معايا ايه؟ سي في والريزومي او الريزيوم، وبعدين الباسبور فاليد باسبور. ثالث حاجه اللينكات بتاع المنح، صح؟ رابع حاجه ريكومنديشن ليتر، تعالوا بقى ريكومنديشن ليتر بيحصل فيه مواقف جميله جدا. ريكومنديشن ليتر يا جماعه يعني ايه؟ يعني ايه حد يقول لي بسرعه؟ يعني عايز رياكشن سريع كده. خطاب يعني ايه خطاب توصيه؟ حد اللي يعني وسط صح؟ وسط وسط بس يعني هي من الاخر وسط، بس احنا عندنا فاهمين الوسط غلط، هم ثلاث مؤسسات بيتحكموا بوسط، لا هناك كل مؤسسه ليها وسطتها، فاهمين قصدي بالمعنى البسيط خالص. فانا دكتور اشتغلت معاهم يعني انت اشتغلت معايا، فانا بقول له والله يا راجل ده حلو خلاص، بس
بقسم بقول حلو لان هو فعلا حلو، بقول وحش لانه فعلا وحش. احنا عندنا بقى تغير المفهوم خالص. ليه بقى؟ لان انا كبروفيسور